بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وعلى آلائه الوفيرة، ومن هذه النعم انعقاد هذه المجالس، مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس الإيمان. والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الفعاليات النافعة وإقامة هذه الدورات والدروس والمحاضرات، كما أن الشكر بعد شكر الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. وهذه الدورة التي هي حول الصيام من الدورات المهمة في هذا التوقيت، فإن مقدمون على شهر عظيم. الإنسان إذا قيل له أن ضيفا كريما غاليا على النفوس سوف يقدم عليك، كيف سيكون استعداده؟ كيف ستكون فرحته بهذا الضيف؟ كيف إذا أضيف إلى ذلك أن هذا الضيف لن يمكث إلا لحظات معدودة ثم يذهب؟ هذا الضيف هو شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي فضله الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله عز وجل في التفضيل. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى وفضل وجعل أفضل الملائكة جبريل، وجعل أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أفضل البقاع مكة المكرمة، وجعل أفضل الأيام يوم عرفة، وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وجعل أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، هب لو أن إنسانا لديه من الأموال الكثيرة، رجل لديه ملايين الدنيا، ففقد منها دريهمات معدودة، ربما لا يلتفت إلى هذا الفقد، بينما في الجهة المقابلة لو كان الإنسان لا يمتلك إلا 50 درهم أو 60 درهم وفقد منها 20 أو 10، فإنه سيستشعر الفقد. هذا حالنا مع رمضان. كم رمضان سنعيش في حياتنا؟ 50، 60، 40، هي رمضانات معدودة. هل اغتنمناها؟ هل أحدثت تغييرا في حياتنا؟ كم من رمضان مر علينا في السنوات الماضية؟ كيف خرجنا من رمضان؟ هل نحن راضون عن أنفسنا عما مضى من رمضانات ماضية أو لا؟ وهذا كله يستدعي على الإنسان أن يحسن الاستعداد والاستقبال لشهر رمضان. ولذلك جاءت هذه
الدورة العلمية، سواء كانت ببيان أحكام الصيام أو ببيان أحكام الزكاة أو بهذه الدروس التي هي قواعد، القواعد النافعات في اغتنام شهر الخيرات. في الحقيقة هذه قواعد متفرقة جمعتها على سنوات عديدة، واخترت منها ما يناسب هذه الدورة، والمرء محتاج لدفعة همة، محتاج للتذكير، محتاج إلى هذه القواعد التي تشجعه على دخول شهر رمضان. وأنا أقول إذا أخذنا هذه القواعد وطبقنا هذه القواعد فإن رمضان سيكون في هذا العام مختلفا في حياتنا. إذا عملنا بهذه القواعد وكسرنا الروتين المعتاد في دخول شهر رمضان الذي أصبح في حياة كثير من الناس أقرب إلى العادات من العبادات، فأرعوني أسماعكم وقلوبكم مع هذه القواعد. هذه القواعد نحاول أن نتناولها في هذه الدروس، في كل يوم نتناول 10 قواعد حتى نصل إلى 30 قاعدة في اغتنام هذا الشهر المبارك. أولى هذه القواعد: التوفيق من الرحمن. التوفيق من الرحمن، يقول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. هذه قضية مفصلية في باب القضاء والقدر، وهي مسألة التوفيق والخذلان. فإذا حباك الله ورزقك التوفيق فقد رزقت نعمة عظيمة، وعلى العكس من ذلك إذا كان حظ الإنسان الخذلان فإنه سيجد الخسران والحرمان. وهذا التوفيق لا يلتمس إلا من الله سبحانه وتعالى، فالتوفيق من الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويعين الإنسان. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف، فقد وكل إلى خطيئة، وكل إلى قصور. ولكن الإنسان إذا وكل إلى الله سبحانه وتعالى ووفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه فليبشر بسعادة الدارين. كل الطاعات هي بحاجة إلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي شهر رمضان نلمس الحاجة إلى هذه القاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف عبد دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له. ليس الشأن بلوغ شهر رمضان، ولكن الشأن أن يوفق الإنسان في شهر رمضان. كم من إنسان بلغ شهر رمضان ولكنه لم يستفد من هذا الشهر، بل ربما وقع في التفريط وترك الواجبات وفعل المحرمات في هذا الشهر. ولذلك نحتاج أن نلجأ إلى الله بصدق
وأن نتضرع إليه ونسأله التوفيق. أقول اللهم وفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر، في شهر رمضان، ويأخذ الإنسان بالأسباب التي تورثه وتوصله للتوفيق من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن العبودية لله عز وجل. فهذه أولى القواعد. يقول مطرف ابن عبد الله، وهذا أثر عظيم، يقول: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه، وأشار إلى اليسار، وجيء بالخير وجعل في يدي اليمنى، قال: ما استطعت أن أولج شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل طاعة من الطاعات وعمل من الأعمال الصالحة إلا بالتوفيق منه سبحانه جل في علاه. فنسأل الله أن يرزقنا التوفيق في شهر رمضان. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الإخلاص سبيل الخلاص. هذه العبارة هي من عبارات ابن القيم رحمه الله، وهي عبارة عظيمة. وكان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلصي. الإنسان يحتاج في كل العبادات أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والصيام يحتاج فيه الإنسان إلى هذه العبادة، بل الإخلاص لصيق بالصيام. ولذلك في الحديث: يترك طعامه وشهوته لأجلي، الحديث القدسي، يترك طعامه وشهوته لأجلي، أي خالصا لوجه الله تعالى. ولذلك في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ذكر العلماء شروح كثيرة لهذه العبارة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن من الشروح قالوا: اختصاص الصيام بالإخلاص وعبادة السر، لأنه لا يطلع عليه الناس ترك الطعام والشراب، فإنه يستطيع أن يخلو بنفسه ويشرب الماء أو يأكل، ويستطيع أن ينوي الفطر في قلبه فيفسد الصوم. فهناك ظهور معنى الإخلاص في هذه العبادة. وأيضا من الفقه الدقيق هو حاجتنا إلى الإخلاص في الصيام، أن الإخلاص من ثمراته صفاء القلب. في الحديث: ثلاثة أو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، يعني أسباب تعين على صفاء القلب. والإنسان يحتاج إلى صفاء القلب لدخول شهر رمضان، فبالإخلاص يستطيع الإنسان أن يعطي هذا الشهر حقه. هذا الشهر فيه عبادات كثيرة جدا نحتاج فيها إلى ظهور الإخلاص لله سبحانه وتعالى. حينما تقدم الصدقات، الإحسان إلى الناس، هل تكتم ذلك أو لا؟ حينما
تختم القرآن الختمات، هل تخبر الناس؟ تقول ختمت 5 ختمات 7 ختمات، أم تجعل ذلك بينك وبين الله؟ إذا فطرت الصائمين، شاركت في مشروع تفطير الصائمين، هل تخبر الناس؟ أم تجعل ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يحتاج إلى استحضار الإخلاص. إذا كان الإنسان إمام مسجد يقرأ القرآن، الشيطان يأتي في باب إظهار الصوت الحسن والقراءة، يحتاج الإنسان إلى استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى في سائر الأعمال. انظروا إلى سير السلف، من آثارهم يقول عبد الله مبارك رحمه الله عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول في ترجمته: صاحب سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير. إخفاء للعمل الصالح، وأحوج ما نكون أن نخفي هذه الأعمال الصالحة ونحن في شهر رمضان. وكان محمد بن أسلم رحمه الله يصل قوما ويرسل لهم العطايا إحسانا إليهم، ويقول لرسوله: انظر ألا يعلم من بعثه إليهم. ما يريد أن يعرفوا من الذي أرسل إليهم هذه العطايا والصدقات والإحسان. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقوم من الليل فيخفي ذلك، يخفي قيامه بالليل، فإذا كان الصباح رفع صوته كأنه استيقظ الساعة، يعني صوت الذي يستيقظ من النوم حتى لا يتفطن أنه قام الليل. وكان الربيع بن خثيم يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه حتى لا يراه أحد. بل العجيب من ذلك ما ذكره يعني ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، أن بعضهم في صيام النفل كان يأتي بالإبريق ويجعل الإبريق على فمه وكأنه يشرب الماء، يظهر للناس أنه يشرب الماء وأنه مفطر وهو صائم. فنحتاج في شهر رمضان إلى الإخلاص، الإخلاص سبيل الخلاص. تجرد من العجب، تجرد من الرياء، تجرد من المنة. والله أعمالنا يسيرة حقيرة، لا تغتر بهذه الأعمال. أين أعمالنا وأعمال الأوائل والسلف الصالح؟ أعمال يسيرة ومعها غرور نغتر بهذه الأعمال. فالإنسان ينبغي أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن لا يكون عنده إدلاء ومنة بهذا العمل وعجب بنفسه، فإنه مهلك للإنسان. أيضا من القواعد، القاعدة الثالثة: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. هذه قاعدة مهمة جدا. كيف ستدخل شهر رمضان؟ هل قلب الإنسان وباطن الإنسان يتغير ويصاب بالران ويصاب بالأمور التي تعكر صفو المعاني الإيمانية؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تحتاج إلى تجديد المعاني الإيمانية قبل شهر رمضان. كيف ستدخل شهر رمضان؟ هب لو أن عند الإنسان سيارة قديمة، حتى
يسافر بهذه السيارة يحتاج أن يدخل إصلاحات على هذه السيارة قبل أن يسافر. وكذلك شهر رمضان لا تستطيع أن تدخل هذا الشهر إلا وتعمل تخلية لهذا القلب، تنظيف لهذا القلب، تنظفه من الآفات. كيف تدخل شهر رمضان بثقل الذنوب والمعاصي، بآثار الذنوب والمعاصي؟ تحتاج أنك تجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. كيف ستدخل شهر رمضان والقلب مليء بالأحقاد وشحناء، خلاف مع فلان وخلاف مع فلان وحقد على فلان، فلانة خاصمت فلانة وفلانة تحقد على فلانة، وهكذا قلوب مليئة بمعاني سوداء، ذنوب وبغضاء وشحناء. هذا القلب المثقل صعب أن يدخل شهر رمضان ويغتنم هذا الشهر، حتى يكون الاغتنام اغتناما قويا لابد أن يكون القلب طاهرا نظيفا. يقول مكحول رحمه الله: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. يدخل الإنسان وهو مرهق الكاهل بالذنوب والمعاصي، كيف سوف يتأثر؟ كيف سيتأثر بآيات الترغيب والترهيب؟ كيف سيتأثر بالمواعظ؟ هل ستؤثر فيه الصلوات؟ هل سيؤثر فيه روحانية الصيام؟ يصعب ذلك لأنه يحتاج إلى التخلية قبل التحلية. خلي هذا القلب ونظف هذا القلب وادخل بقلب مبيض كالصفا، تدخل بقلب ساطع بعيد عن الذنوب، بعيد عن الشحناء، بعيد عن البغضاء. هذه قاعدة مهمة، إذن التخلية قبل التحلية. أيضا من القواعد، القاعدة الرابعة: فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. اختيار الرفيق المعين على الطاعة أمر مهم جدا. في طريق الآخرة يواجه الإنسان عقبات كؤود، يواجه الإنسان تحديات، يواجه الإنسان صعاب، يحتاج من يقف بجانبه، يحتاج من يواسيه، يحتاج من يشجعه ويقويه في دروب الخير، لأن الإنسان يضعف، بشر يضعف في هذا الطريق، يواجه التحديات، الضغوطات، الملمات، فيحتاج من يعينه في هذا الطريق. والرفيق الصادق هو الذي ينفعك في هذه الدنيا وينفعك في الآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، ليس بينهم تعادي، كانوا على الخير في هذه الدنيا وهم على المودة في يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل لنبينا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وصية عظيمة، صاحب من يعينك على طاعة الله عز وجل، من يشجعك على الخير، من إذا غفلت ذكرك، ومن إذا دنت همتك شجعك وعانك على طاعة الله، وإذا وقعت في معصية حذرك من المعصية. وفي الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي المنفردة. فيحتاج الإنسان إلى من يذكره. ومن الوصايا العظيمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع الصادقين، اختر أخي
الصادق الذي يذكرك بالله عز وجل، يشجعك على قيام الليل، يشجعك على ختم القرآن. اختاري أختي المرأة الصالحة التي تشجعك على الطاعات، على الصدقات، على الختمات، على أبواب الخير، حتى لا يندم الإنسان فيقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيحتاج الإنسان إلى من يعينه على الطاعات. ولذلك جاء عن بعض أكثر من أثر عن السلف، عن مطرف والحسن البصري، أنهم كانوا يقولون لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، قال إخواني يذكروني بالخير. قال يحيى ابن أبي كثير، وهذا أثر عظيم، يقول خير الإخوان الذي يقول لصاحبه تعال تعال نصوم قبل أن نموت. هذا خير، خير الإخوة الذي يقول لك تعال الدنيا أيام قلائل، تعال نصوم، تعال نختم القرآن، نغتنم ساعات الإجابة قبل أن نموت، قبل أن نفارق الدنيا. هذا هو خير الأصحاب الذي يذكرك بالله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف لا تجلس مع من لا يعينك على آخرتك، الذي يؤخرك عن الآخرة ابتعد عنه ولا تجلس معه، والذي يقدمك في طريق الآخرة اجلس معه وصاحبه، فإن هذا خير لك لأنه معين لك على طريق الآخرة. فالإنسان يحتاج في شهر رمضان وفي غير رمضان إلى من يشجعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد، القاعدة الخامسة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما هذه القاعدة؟ هذه الآية جاءت في ثنايا الآيات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما هو السعي المشكور؟ هو السعي للآخرة. إخواني وأخواتي، قبل رمضان الكل يخطط والكل يضع الأهداف، أهل التجارة، أهل الإعلام، أهل الرياضة، الكل يخطط، الكل يضع له خطة استراتيجية ويضع له أهداف. فهل وضعنا خطة أخروية في شهر رمضان؟ هل وضعنا خطة لاغتنام شهر رمضان؟ أنتم الأولى بوضع الخطط في هذا الشهر المبارك. هل وضعت ميزانية للصدقات؟ هل جعلت لك حدا أدنى للختمات؟ هل فكرت في العبادات التي ستفعلها في شهر رمضان؟ لابد أن تضع الأهداف، لا تشغلنك الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ضع الأهداف الأساسية في هذا الشهر، تعرف على القواطع التي تقطع عليك حسن اغتنام شهر رمضان. حتى المرأة تحتاج، وخاصة كثرة الانشغالات في المطبخ، تحتاج أن تجعل لها جدول حتى في أثناء ممارسة هذا العمل. طبعا المرأة مأجورة على هذا الأمر، جهدها في صنع الطعام وتفطير الصائمين جهد مشكور، ولكنها في هذه اللحظات تستطيع أن تذكر الله عز وجل، وتستطيع أن تقرأ القرآن، وتستطيع أن تسمع المحاضرات، فتجمع
بين الخيرين، بين احتساب هذه النية في عملها وبين العمل الصالح الآخر الذي تقرينه المرأة في هذا العمل. فهذه قاعدة مهمة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأيضا من القواعد، قواعد اغتنام هذا الشهر والتي تعين على الاغتنام، القاعدة السادسة: لا ترضى بغير القمة. لا ترضى بغير القمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الله يحب الأمور العالية، الأمور العالية، أشراف الأمور، ويكره السفساف من الأمور. فلتكن الهمم عالية، لتكن همتك عالية بأن تكون من العتقاء في هذا الشهر، بأن تكون من الفائزين في شهر رمضان. هذه الهمم التي نريدها همم علية. انظروا إلى همة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب الأسلمي كان يعد الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة بوضوئه وحاجته فقال: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. انظروا الأماني العظيمة، يتمنى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما قال أدخل الجنة، بل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه الهمة العالية التي نحتاج إليها، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الجنة، تسأل الله عز وجل. لا ترضى بغير القمة، اختر أعلى شيء. ولذلك وصف ابن القيم الهمة العالية، قال: ألا تقف دون الله. ما أجملها من عبارة، يعني همتك تكون عالية، تريد أعالي الجنة. هذا الذي ينبغي أن تجعله في بالك في شهر رمضان: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. اجعل همتك بأن تكون من الفائزين ومن العتقاء في هذا الشهر المبارك. وأيضا من القواعد: وعجلت إليك ربي لترضى. قاعدة عظيمة نحتاج إليها في سيرنا إلى الله عز وجل عموما. كم هي الآيات في القرآن التي تحث على المسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. بل طبيعة شهر رمضان يستدعي منا المسارعة وعدم التأخر وعدم التباطؤ، لأنها أيام معدودات ما تشعر بها، مثل الخيط الذي فيه حلقات درر، إذا انفرط أول الخيط تتابعت الخرزات والجواهر والدرر في السقوط. ما أن يدخل شهر رمضان إلا ويمر سريعا لا يشعر به الإنسان. بداية رمضان الناس تبارك ببداية رمضان أيام قلائل، وتجد الناس يقول: بدأت العشر الأواخر واقترب العيد. فالإنسان يحتاج أن يكون سريعا عجلا في طاعة الله عز وجل. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية العظيمة، قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. في أمر الدنيا تحتاج إلى تؤدة،
تؤودة، لكن في أمر الآخرة تحتاج إلى عجلة تنجز الأعمال الصالحة حتى لا تتأخر في اغتنام هذا الشهر وفي هذه الفرص، فإن الفرص تذهب، وكما قالت العرب ذهاب الفرصة غصة. وأيضا من القواعد العظيمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نحتاج إلى ترويض النفوس، نحتاج إلى مجاهدة النفوس حتى تتعود على الطاعات وحتى تكون مستعدة للطاعات. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين تحدث عن أنواع الرياضة، فذكر الرياضة البدنية وذكر الرياضة العقلية وذكر الرياضة الروحية، وهي بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالتدرج النفس تحتاج أنك تجاهدها، وبالتدرج على الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين حتى يكون أدعى لتنشيط النفس. نحن الآن في شهر شعبان، صيام شهر شعبان يراد منه ترويض النفس ومجاهدة النفس على الصيام. كان السلف يتفرغون لقراءة القرآن في شهر شعبان، وكان يسمى شهر القراء ترويضا للنفس ومراجعة للحفظ في شهر شعبان. فنحتاج إلى مجاهدة الأنفس في شهر رمضان وقبل رمضان حتى تتروض وتعتاد على الطاعة. النفس فيها طباع تحب الكسل، تحب العجز، لا تحب العمل والاجتهاد، فلا بد من مجاهدتها وترويضها. إنما المجاهد من جاهد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ادخلوا في السلم كافة. قد يقول قائل ما دخل هذا في القواعد؟ نعم، الإنسان يدخل في الإسلام كافة بعباداته القولية والفعلية، بعبادات اللسان وعبادات الجوارح وعبادات القلوب، فلا يأخذ شيء ويترك شيء، والأمر نفسه في الصيام. نحتاج إلى الصيام الشامل، الصيام المتكامل. ما هو مقصد الصيام؟ الأسماء لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يراد منك أن تصوم عن الأمور الحسية، طعام والشراب والجماع، وأن تصوم عن الأمور المعنوية الأخرى في باب الأخلاق، في باب التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما تركت قول الزور وما تركت هذه الآفات لماذا تصوم؟ الصيام جزئي غير متكامل عند كثير من الناس، لا يوجد عندهم شمولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يحبس نفسه عن الطعام والشراب، لكن تجده سبابا لعانا مغتابا واقعا في الآفات والمحرمات. كان السلف، كان بعض السلف رحمهم الله إذا صاموا لازموا المساجد، قالوا نحفظ الألسن عن الغيبة، يحفظون الألسن عن الغيبة والنميمة وآفات اللسان. فليصم سمعك عن الاستماع إلى الحرام، ليصم
بصرك عن النظر فيما حرم الله، ليصم لسانك عن الآفات، لتصم جوارحك، فليكن صيامك شاملا، ادخله في السلم كافة. وأيضا من القواعد، وهذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة في الدرس الأول، يا عين فلتدمعي، يا عين فلتدمعي. هل سألت نفسك لماذا يبكون ولا أبكي؟ لماذا تدمع عيونهم ولا يدمع عيني؟ لماذا فلان إذا قرأ القرآن ذرفت عينه؟ لماذا فلان إذا قام إلى الصلاة بكى وخشع؟ لماذا أنا؟ لماذا حرمت هذا الأمر؟ الأمر مرتبط بالقلب. قال بعض السلف إن القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته، فإذا قلت الخطايا ولان القلب فإن الدموع سوف تأتي، لكن إذا قسى القلب قحط العين، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالته النافعة قسوة القلوب. لماذا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وفي الحديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله. والكل يعرف حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا بد أن تراجع نفسك، لماذا العين بخيلة؟ لماذا لا تبكي؟ لماذا فقدت هذه العبادة البكاء من خشية الله؟ شهر رمضان يحتاج من الإنسان أن يراجع هذا الأمر في نفسه. هذه 10 قواعد، وهي أولى القواعد في هذه السلسلة المباركة، وسوف نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم 10 قواعد أخرى أيضا معينة على اغتنام الطاعات في شهر الخيرات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.